لا تزال البحرين تنسج شراعها الكبير على سفينة المجد، فحيثما بدأت الصناعة تتشكل وحيثما بدأت الحضارة تتألق، كانت البحرين أكثر ازدهاراً وأكثر تقدماً. فلا تزال من ستينيات القرن الماضي تسخر الأيدي القادرة والعقول الماهرة وترسم النهج الواضح لتكون صناعة البحرين واقتصادها مواكباً ومنافساً لطفرات النمو العالمي في كل مجالات الصناعة والعمل. وكما أن حاضر البحرين اليوم قد رسمته الأيدي البارعة بالأمس، فإن مستقبلها وغدها الأجمل مرسوم أيضاً ومدخر لأجيال مملكة البحرين في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، والنظرة الاقتصادية الثاقبة لولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله. وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقدم صنع في البحرين. الإصرار ينتج الإبداع، فكرة لطالما سطرتها جي بي اف جروب بمهنية طامحة وبنظرة لماحة لمتطلبات السوق العالمي. بدأت مشوار الريادة لتكون في الطليعة العالمية. وكما كان في جعبة الطبيعة الكثير، فإن في جعبتها الثمين أيضاً. إنه الكنز الخفي. This product is actually plastic film. You can say it is BioPET. That is technical name. And actually it is commercially known as polyester film. We know about the polyester in our everyday life. We are wearing cloths. We are using PET bottles for drinking water and juices, everything. البوليستر صاحب الحضور القوي، كيفما التفت وبأي مكان كنت ستجد بصمته حاضرة بقوة. فتراه أكياس السندويشات ومنتجات تغليف الطعام، عوازل الأسلاك الكهربائية والرايبون، أشرطة أفلام البوليستر، خيوط وأقمشة البوليست. خلال الست سنوات الماضية من الجهود الجبارة المتواصلة، أصبحت شركة جي بي اف بحرين إحدى كبرى الشركات الرائدة في تصنيع منتجات التعبئة والتغليف. ومن هذه المملكة الرائدة أصبحت اليوم تصدر لقاعدة واسعة من العملاء العالميين والعديد من العلامات التجارية البارزة، فهي المورد الأساسي لمادة الراتنجات المستخدمة في صنع مغلفات الأطعمة والأفلام وعوازل الأسلاك الكهربائية وغيرها الكثير من المنتجات الهامة. تصدر هذه المنتجات إلى أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم، وتتواجد بقوة في الأسواق الرئيسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. The company is having three manufacturing facilities in India, and the company started to expand and diversify itself in the world market. So it established itself first manufacturing facility in RAK, and the Bahrain unit is the direct subsidiary of the RAK facility. ويتواجد فريق الإدارة المتكامل في مقر الشركة بالبحرين، إلى جانب دعم مكاتب المبيعات العالمية لعمليات البيع، حيث تنتشر هذه المكاتب في سويسرا وتشارلستون الولايات المتحدة، فضلاً عن مندوبي المبيعات الموزعة في أنحاء مختلفة من العالم. The prime advantage of why JBF is in Bahrain is of FTA. We have a free trade agreement with the US, and currently the company is exporting 50% more than 50% of its production to US.
balance is exported to the Middle East market, Europe being the prominent one. And Bahrain is a unique place in GCC, it's in the center of GCC. That's one of the reasons why the company has set up here. يقدر عدد العاملين او عدد الموظفين بالشركه بنحو 340 عامل من جنسيات مختلفه بالاضافه الى حوالي 40 بحريني من الموظفين تم تعيينهم حديثا واحنا في صدد ان احنا نكمل تعيين يعني كثير من البحرينيين في الفتره القادمه. المهنية والحذاقة الفنية وحدها قادرة على تفسير قوة النجاح والإنجاز، فبدءاً من إعادة التدوير حتى مرحلة شحن المنتجات الجديدة، مجموعة من العمليات الفنية والإجراءات المهنية التي يقف وراءها خبراء JBF Group، حيث يتم تغذية الأنواع المطلوبة من المواد إلى صوامع التخزين من خلال تغذية نظام النقل، وتخلط المواد المختلفة مثل الخام والمضافات ورقائق إعادة تدوير، وتخلط جميعها حسب الوصفة المعدة مسبقاً، ثم تبدأ عملية القياس والصب، وبها يتم نقل المواد المذابة بشكل موحد من خلال الطارد أو مضخة، ويتم ضخه للصب. وهنا تبدأ عملية السكب المتزامنة مع ضغط المادة الحارة المذابة من الصب على الأسطوانة الباردة عن طريق نظام التدبيس ذو الجهد العالي. يتم قياس سمك الفيلم المسكوب والتحكم في الاختلافات الموجودة عن طريق نظام الحلقة المتسلسل. في هذه المرحلة يوجه الفيلم المسكوب المسخن والممدد مسبقاً باستخدام سلسلة من الأسطوانات المبردة والمسخنة لتوجيه جزيئات البوليمر في اتجاه الآلة، وعرض الفيلم يزداد بنحو 4 مرات عندما يمر من خلال هذا القسم. يتم استلام الفيلم من TDO ونقله إلى محطة اللف من خلال سلسلة من الأسطوانات، ثم يجري الفيلم على النوى الصلب، والنوى الصلب يتغير أوتوماتيكياً حسب الطول. يتم شق الفيلم بالعرض والطول المطلوب من قبل العملاء. مرحلة المنصة، وهي مرحلة لصنع المنصات اللازمة لتعبئة القوائم النهائية، وبها يتم تغليف اللفائف الجاهزة مع فيلم التغليف، وتتم تعبئتها مع الرقائق النهائية، وأخيراً يتم وضع اللفائف المعبأة في حاويات وإرسالها حسب الجدول الزمني المحدد. Throwing anything outside because this product is recyclable. So hardly fraction of 1% means hardly 0.3-0.4% is the actual waste and 99.5% is usable material. So we are not polluting here anything. And you can see our factory, it is neat and clean. There is no inside pollution, no outside pollution. لم يكن لهذه القلعة الصناعية أن تقام دون الدعم الكبير اللي قدمته لنا حكومة مملكة البحرين من البداية، من بداية إنشاء المصانع، وخاصة وزارة التجارة والصناعة والسياحة وكل الإدارات والوزارات المختصة من وزارة البيئة، الجمارك، كل شيء. يعني احنا شفنا دعم كتير جدا من حكومة المملكة، وده بيشجع على الاستثمار وبيشجع على جلب مستثمرين كتير، وخصوصا التسهيلات والفاسيليتيز اللي بيقدموها لجلب المستثمرين. وقد حظيت شركة JBF بحرين باهتمام المراقبين ومنظمات الجودة حتى استحقت العديد من شهادات الجودة هنا حيث أطراف البحرين الهادئة. لا يفتر العمل ولا يقف نبض الحياة.
والشراع الإنجاز لا يترك صاريته، لأن النجاح هنا طويل العمر دائماً.